السلام عليكم متابعينا الكرام، تحية طيبة لكم من مدينة البليدة بالجزائر. بداية كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وما تنسوش خاوتنا المستضعفين والمظلومين من صالح دعائكم. إذا نستمر في سلسلة النباتات الطبية، واليوم مع نبتة أخرى ألا وهي نبات الميرامية أو القصعين، ولديه أسماء كثيرة وتختلف بحسب المناطق. هنا في الجزائر شائعة باسم الميرامية، في المغرب يسمونها بالسالمية، ليعود الموطن الأصلي للنبتة أو أماكن انتشارها إلى المغرب العربي والبلقان وغرب أوروبا، وأدخلت إلى مناطق أخرى مثل شرق أوروبا. تنتشر في الأماكن الجبلية خاصة في الأراضي البور، لكن أصبحت الآن تزرع بكثرة نظرا لخصائصها وفوائدها الطبية. إذن الميرامية نبتة عشبية معمرة يصل طولها لحوالي 30 سنتيمتر تقريبا، وهي دائمة الإخضرار. أوراقها ذات رائحة قوية وتزهر في بداية فصل الربيع والصيف، ولون الزهرة يكون زرقاء إلى أرجوانية وتذبل وتسقط عند الجفاف. أوراقها رمحية بلون أخضر فضي إلى رمادي داكن، لونها بارد يشبه تقريبا لون الشويلة أو الشيبة التي وضعنا فيديو سابق حولها، وساقها خشبية. للميرامية تاريخ طويل في الاستخدامات الطبية وكذلك في الطهي كمصل ضد لدغات الأفاعي، تشرب أيضا مع الشاي وتعطيه نكهة جيدة. إذا لديها العديد من الفوائد وكذلك لديها أضرار، نقلت لكم بعض هذه الفوائد والأضرار، ولكن كما تعلمون ليست من تخصصي، بحثت عنها فقط، وأنتم قبل أي استعمال قوموا باستشارة مختص في هذا المجال. إذن هي عشبة قديمة استخدمت في العلاج منذ القدم. من فوائدها تعزيز القدرات العقلية والوقاية من الزهايمر بزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وتعزيز اليقظة والإدراك، مضادة للالتهابات والحساسية وطاردة للطفيليات والفطريات، تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول. فمحتوى الميرامية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم، يساعد في التحكم بمعدل دقات القلب وضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم. تعزز صحة الجلد وصحة البشرة، فهي تساعد في تركيب الكولاجين المهم لتجديد الخلايا وتكوينها وحمايتها من الأكسدة والجذور الحرة، كما تعتبر معززة للمناعة وتقويها ومقاومة للأمراض المعوية. وأيضا من الفوائد القيمة الغذائية للميرامية، فهي تحتوي على مجموعة من المركبات النباتية الكيميائية وزيوت عطرية وفيتامينات ومعادن أساسية معروفة بدورها في مكافحة المرض وتعزيز الصحة، والعديد من الفوائد الأخرى التي لم أنقلها لكم، يمكنكم البحث عنها أو استشارة مختص كما قلنا. بالنسبة لأضرارها، فأولهم هو عندما تتناولها بجرعات مرتفعة أو لفترة طويلة فتصبح ذات تأثير سام وتعود بأضرار على الجهاز العصبي والكبد، ويعد أكثر من 12 قطرة من زيت الميرامية الأساسي جرعة سامة. وأيضا تعتبر غير مناسبة للأشخاص المصابين بحالات حساسة للهرمونات. من الأضرار كذلك أن بعض أنواعها يرفع ضغط الدم وأنواع أخرى تخفضه، لذا واجب على مرضى الضغط الدموي الحذر من هذه النقطة، وكذلك مرضى السكري، فهي تؤثر على مستويات السكر في الدم إذ قد تؤدي إلى خفضها. وأيضا لا ينصح بتناول الميرامية للحامل والمرضع، وأيضا تجنبوا تناولها قبل العملية الجراحية، وذلك لكي تتم السيطرة على مستويات السكر في الدم أثناء الجراحة وبعدها. أيضا قد تؤثر الميرامية على تأثير بعض الأدوية مثل أدوية مرضى السكري والأدوية المهدئة والمضادة للاكتئاب والأدوية المضادة للاختلاج والنوبات. بالنسبة للعناية بها، فهي لا تحتاج للعناية الكبيرة كونها نبتة تنمو وتزدهر في المناطق الشبه قاحلة والمنحدرات الجبلية. بالنسبة للإضاءة، فهي تحب إضاءة جيدة وأشعة شمس مباشرة وتفضل درجة حرارة معتدلة. بالنسبة للري، فنبات الميرامية لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه سوى في حالات الطقس الجاف والحار، لكن إذا زرعته في المنزل قم بريه بشكل كاف في الأشهر الأولى من زراعته. بالنسبة للتربة، فيفضل التربة الرملية الطينية جيدة التصريف، كما بإمكانكم إضافة كمية من الرمل أو الحصى الصغير إذا كان التصريف للماء سيء. بالنسبة للتسميد فهي تنمو حتى من دونه، لكن من الأحسن أن تقوموا بمزج الأسمدة العضوية كالذبال العضوي أو عفن الأوراق مع التربة. وكذلك من أجل نمو جيد قم بتسميده بسماد قابل للذوبان في الماء ذو نسبة 10-10-10. قم بتقليمها خلال فصل الربيع، مع الحرص على عدم تقليمها خلال الخريف أو الشتاء، لأن التقليم يحفز نمو جديد للنبات وبالتالي يكون عرضة للتلف بفعل الريات والأمطار القوية. أما بالنسبة للتكاثر، فهي تتكاثر بواسطة البذور وكذلك بواسطة العقل. بالنسبة للبذور، فتزرع في الربيع، لكن هذه الطريقة تحتاج للصبر، فهي تحتاج قرابة شهر من أجل أن تبدأ في الإنبات، لكن الطريقة سهلة. تنثر البذور فوق التربة وتغطيها بطبقة خفيفة من التراب، وقم المحافظة على رطوبة التربة حتى تنتج لدينا نبتة أخرى. إذن كانت هذه بعض المعلومات البسيطة
لخصتها لكم حول نبات الميرامية، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. وإذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا، وانتظرونا في قادم الفيديوهات إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.